السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سنتحدث فيها عن أحد المواضيع التي يتساءل عنها الكثيرون، وهي طريقة قياس كمية الأمطار المتساقطة. يعني لو نتحدث عن كمية الأمطار المتساقطة فيمكن أن تحدد بالمليمتر في الساعة وكذلك المليمتر خلال فترة معينة. طبعا هذه الأرقام يصعب فهمها، خصوصا يعني أنها وحدات لقياس الطول وليست لقياس الكميات، لأن المقدار الأمطار دائما يقاس بالمليمتر. فمثلا تجد في أحوال الطقس يقولون تساقطت، يعني مقدار الأمطار المتساقط هو مثلا 20 مليمتر. والسؤال يأتي هنا، ما علاقة وحدة قياس الأطوال بكمية الأمطار المتساقطة؟ هذا ما سنتعرف عليه في حلقة اليوم، لذا ابقوا معي إلى نهاية هذه الحلقة واشتركوا في القناة لتصلكم الحلقات القادمة. سنتحدث أولا عن أحد الأجهزة المشهورة والتي تستخدم لقياس كمية الأمطار، وبعد ذلك أعطيكم فكرة مبسطة لفهم كل ما يجري أو لفهم الطريقة. طبعا لقياس المطر نحتاج إلى جهاز اسمه البلوفيوغراف، وهو جهاز يقوم بقياس كمية الأمطار المتساقطة ويقوم بتسجيلها آليا، يعني بشكل أوتوماتيكي. وهنالك طبعا عدة أنواع من مسجلات أو أجهزة تسجيل كمية المطر، منها مسجل المطر ذو العوامة، هنالك أيضا مسجل المطر ذو الميزان، مسجل المطر ذو الجيب المائل، وأنواع أخرى من المسجلات التي لها هدف واحد وهو تسجيل أو قياس كمية المطر المتساقط. هذه أسماء بعض الأجهزة التي يستخدمها المختصون، لكن هنالك طريقة بسيطة سأقوم بشرحها لكم ويمكنك أن تقوم باستخدامها في منزلك الخاص أو في الفناء. الطريقة هي أنك تحتاج إلى حوض طوله وعرضه متر، يعني فيه 1 متر مربع، وكذلك مسطرة لقياس الأطوال. ثم تقوم بوضع هذا الحوض خارج المنزل، يعني في مكان مفتوح، وعند نهاية يعني الحالة المطرية أو العاصفة تقوم بالذهاب إلى ذلك الحوض. تستخدم مسطرة لقياس ارتفاع الماء في الحوض بوحدة المليمتر، يعني إذا وجدت أنه يعني ارتفاع الماء هو 1 سنتيمتر فهذا دليل على أنه كمية الأمطار هي 10 مليمتر. لكن ماذا يعني هذا؟ يعني ما هي علاقة 10 مليمتر مع الواقع؟ الواقع أو الطريقة المبسطة هي أنه 6 مليمتر التي تساقطت في مساحة 1 متر مربع تقدر بست، يعني 6 لتر، يعني كمية الأمطار التي تساقطت في هذه المساحة تقدر بستة لتر إذا أو 10 لتر عفوا، يعني لأنه أخذنا مثال 10 مليمتر في البداية. وعندما تسمع مثلا في نشرة الأحوال الجوية أو أحوال الطقس أن كمية الأمطار التي تساقطت تقدر ب60 مليمتر مثلا، هذا دليل على أن كمية الأمطار التي تساقطت في مساحة 1 متر مربع تقدر ب60 لتر، يعني كأنك أحضرت صهريج 60 لتر وقمت بتفريغه في مساحة 1 متر مربع. يعني الطريقة بسيطة، أعطيتكم المثال الأول، يمكنكم أن تفهموا يعني بطريقتكم الخاصة وهذا كل شيء. الآن ننتقل إلى طريقة حساب شدة الأمطار، يعني الشدة تقاس بالمليمتر في الساعة.
يمكنك أن تقوم بهذه الطريقة، يعني بطريقة بسيطة جدا، وأظن أن الكثير منكم قد فهم الطريقة. مثلا تسقطت الأمطار لمدة ساعتين هكذا، تنتظر الساعة الأولى وتخرج وتقوم بالقياس. مثلا وجدت 2 مليمتر، إذن شدة الأمطار هي 2 مليمتر في تلك الساعة. هذا كل ما في الأمر. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم أحبائي. إذا استفدتم لا تنسوا دعمي، لايك في الفيديو، اشتركوا في القناة ليصلكم الحلقات القادمة. نلتقي في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.